قضيو الغرض احنا صدقنا حاصلين. شي مزيان friend. How are you? Are you fine? How are you? Thanks. Okay. Yeah, I'm good. What are you doing? How are you? Yeah, you're walking through the village. Yeah. How's fun? Good. You're right, yeah? I want to go to the village to buy some barley. And barley for him. Yeah, for him. Yeah, we'll be here for a while, so oh, nice. We're just going to be here. Enjoy. جاوبات وحدايا البارح سيمانة دابا هما كيديروا لي سكالاد هنايا ما ضايقت ودغى صراحة الطبيعة هنا شي حاجة يا سلام انتوما نوقف غير هنايا هادي تدرك عليا شويه الشمس على الله يدوز شي ترونسبور ولا شي طاكسي ولا شي واحد اللي يتعامل معايا يوصلني المهم راه معطل دابا دابا هادي 11 ديال الصباح راني روطا الجو بالنهار يكون الجو سخون بزاف لكن ملي كي الصباح كيكون البرد في العشية يكون البرد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بخير هاني يا سبان معايا ماشي مشكل هاني بخير كلشي مزيان الحمد لله بخير شيني كان فيلمي باش عرفت لا عقلتها والله عقلتها كيف درتي الاخر ولا راه سميت خوان تفرج فيك عرفتي تبعتك بعد درتي هذاك الشيء كلشي تبعتك هكا بديت قلت له واعد يا والله ضروري اخوان زيد اخوان زيد دير لاماش لا كانت مشى بزاف حتى دير لاماش صادي بون بعض المرات كندير 20 بعض المرات 30 بعض المرات 35 لا 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 خوف خوف الله يبارك فيك شتي تشري الحمار جد واعر درتيها الله يحفظك اخويا السميه سميتني عبد الله عبد الله هو السي عبد الله تلاقانا بالصدفه تبارك الله عليه تبارك الله راه تبارك الله قال لكم من طنجه حتى للقرقانه والله تبارك الله لا لا هكا من طنجه حتى للقرقانه كنت بشحال هذا درتي تندير لي طب لي طب تندير لي دي سيسكا تا الحركة تمشي واحد 4 كيلو تقريبا 2 كيلو من بعد كتروبوزي شويه شويه شنو كاين بخير والله الا دابا راه طالع هكا دابا وهذا هو هذا هما لي فاكونس خلينا من لي زوتيل تبارك الله لا لا لي زوتيل ماشي لينا حنايا داكشي اللي كاين جابني عيش نتاعي شوف فعلا وبدي.
وبلدي اهم حاجه هي تكون بلدي. كاين ولدي كاين غير الزيت تغماس والله العظيم ضروري مزيان وعاود حتى لا تتبع شي. الله يحفظك اخويا شكرا عقلتك والله الا صافي بليزير والله الله يحفظك صافي بليزير الله الا تبارك الله الله يبارك فيك الله يسلمك اخويا ميرسي بوكو الله يحفظك شكرا بزاف الله يحفظك وطريق السلامة بارك الله يحفظك شكرا بزاف. انا زدت نتمشى شويه على الله للقطرون سبور تحت بدلت البلاصه شوفوا الطبيعه هنايا تبارك الله هذيك الله الوطن الملك اللي الفوق اول مره كنت جيت ليكورج ما كانش عاد زادوها يلا زادوها هنايا في هاد الجردة هادي كاين الرمان كاين كرموس كاين العنب كاين شنو كاين اخر كاين الهندية كاين الزيتون كاين المشماش كاين النخل مولي ديال التمرات يا بسم الله مشيت لليها ما بانوليش لي زاجونس بغا نمشي للشارع الكبير وهذا اللي هنايا ونشوفو هذا هو الشارع الكبير ديال تنغير هذا هو الشارع اللي نعتو ليا غنشوفو دابا لي زاجونس هنايا واش كاينين هاهي ويستر انا لقيتها غنمشيو للثانية هاهي كيف ما كتشوفو لقيناها السلام عليكم الاولى حنا شديناها الثانيه في مونيغرام دابا غنمشي نقلب على مونيغرام السلام عليكم
تهز عليها الحرب يا بس كلمه مع هذا ما عندك نسيت بس نسيت الفلوس ها جابنا القدره اللي هنايا واحد الايام وصافي بسم الله شكرا تمام بعد ما قضينا الغرض أمشي للقهوة نشارجي شوية التليفون وهي هذيك خرجت من القهوة مشيت تقديت الخبز وشوية ديال الخضرة ندير شي كاميلة زعما نتعشى فإذا بيا ملي كنتقدا وكنمشي للمحطة ديال الطاكسيات ديال لي غورج كنلقى الدنيا كاملة خاوية تسولت واحد السيد قال لي راه ساهله وراه كيسالي وصافي كيمشيو ينعسوا شحال الساعه 8 ونص تخيلوا معايا 8 ونص المدينه كامله كتصفى انتما كتسمعوا غير النباح ديال الكلاب هما اللي كاينين ودابا المشكله هي ان لي غورج بعاد من السونتر ديال سينغير تقريبا 15 كيلومتر وكامله عقابي كامله عقابي ودابا اوتوستوب كندير اوتوستوب حتى شي واحد ما كيعبرني كيدوزو الناس ما كيتسوقوليش كاع كنبقى نشير والو دابا الحل اللي عندي الحل اللي عندي هو غنجبدها على رجلي هو حمزه تلاقيته يلا خرج من لاصل سولتو قلت له شنو هادشي عندكم في هاد المدينه هادي هادشي راه بان لي بشكل قال لي راه كلشي كيسالي هنا بكري من هنا من لي كوجا غنقول لك المسافه طويله بزاف وكان عقابي كامل طلع انت غير طلع هبط طلع هبط دابا واقيلا ما وصلت ل 4 الصباح اش غنقول لك بصراحه واحد رحت ساعتين بعدا ولا ياك غير ساعتين هادشي لا كنت كنجري والله العظيم انتوما شتو جينا خذوا الغرض احنا صدقنا حاصلين العظيم ديما هكا والله لا ديما حتى انا انا ملي كنخرج من لاصال ديما تلقاهم انا عاد وصلت الاصدقاء واخيرا جيت لحدا واحد الجامع وبانوا لي واحد الدراري بالماطر وانا نتفاهم مع واحد قلت له واش توصلني ونخلص لك ليسانس يا زغار انت وزن زغار هلا بسم الله
شكرا. احنا الاصدقاء دخلنا الدوار ديال تيمارين، نعبا غنمشيو للدار، نتمنوا اننا نلقاوهم في الدار ما يكونوش مشاو للسوق، لان اليوم السوق ديال ايميلشيل وديال اوكدال وربما يكونوا للسوق. المهم في يد الله، ديما كنديروها في يد الله وكنمشيو. السلام عليكم. بخير؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظك. كلشي كيقول لي بونجور. الله يعطيك الخير اختي، الله يعطيك الخير، شكرا بزاف. نديرو الكرهه لاباس؟ بخير اللهم لك الحمد. كندق كندق. لا بس خالتي الله يبارك فيك خالتي. لا بس الله لك الحمد. انا جيت لعند الناس، هذه هي السيده اللي شفتوها معايا في الفيديو مولات البقره، وهذه هي مولات التفاح. هذه هي مولات التفاح، وهذه هي مولات البقره. دابا انا جيت لعندهم باش نقدم لهم هذيك المساعده اللي تساعدوا بها واحد المتابعين، الله يكثر خيرهم، وانا غنقدمها لهم قدامكم، وغنحسب هذاك المبلغ قدامكم باش تعرفوا بان الامانه ديالكم راه وصلت، ونبداو بها هي الاولى، عاد ديك الساعه نهضروا. ها هي الامانه، غنقسمها حيت جوج ديال الناس، واحد السيد هو والمرا ديالو، وواحد اخر واحد السيد من بلجيكا. المهم غنقسمها باش يعرفوا كل واحد يعرف الامانه ديالو بانها راه وصلات. بسم الله. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه، ها سته، ها سبعه، ها ثمانيه، ها تسعود، ها عشره. هذه 1000 درهم، هذه ديال واحد المتابع بغى يتعاون بها مع هاد البنت هذه، ملي سمع ديك اللقطه فاش قالت لي راه ما عندهاش 40 درهم باش تصور التصويره ديال القرعه ديال الميريكان، تواصل معايا وقال لي راه بغيت نساعد معها. قلت له مرحبا، تقدر تصيفط لي هذيك المساعده وانا نوصلها ليها. المهم هذه هي ديالو، الله يكثر خيره والله يجازيه بخير. دعيو معاه شي دعوه. يعطيك العافيه. انا غير سميت لوبيست، اشتغل شي مستنينه سنه نفس الشرحيه. يا ربي الله يكثر خيركم. المهم دعوه بالخير. مسنينا سنينا كون انا تدخل بالخاص يجي فوسيس، يا ويقدر حق نغش الخيل. يا ربي يا ويجدر فرح انت وجيم تنشد الخيل وتيين. يا ربي امين يا خالتي، الله يبارك فيك. هاي 1000 درهم ديال السيد، هذه الاولى، وغنحسبو هنايا عاود. هذه ديال واحد السيد هو والزوجه ديالو، صراحه طلب مني انني ما نذكرش السميه ديالو. المهم الله يكثر خيره. هاي الامانه ديالو تا هو، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، حتى هو 1000 درهم. سبحان الله بجوج بهم هاد الناس هادو راه ما كيعرفوش بعضياتهم، وبجوج بهم سبحان الله تساعدوا بنفس المبلغ. هنا 1000 درهم، وهنا 1000 درهم، هي 2000 درهم. ها هي، ها هي من يدي ليد الناس. هاكا خالتي بسم الله، بسم الله، الرزق ديالكم. الله
هذا جدي ربي لحقنا شي جخيم يا ربي يا ويا غادي لحقنا جد خيم يا ربي يا خلف خفونات انتي فشان الله يا ويا جد رزق شيين انا يا خي نديوين امين رزق مورنا يتيري يوزن اهدا يا خشيب يا ويا خشيب ملا داخل تصاوي تجينا يدي جاد هذا يا انا تيجي ضر هذا يا انا توشين تاش تفشض اخفين في هذا يا انا غاي تجيب شي يا يدي جاني يمانو شي يا يدي جاني من مينو هذا غير شي شمر ربي بخير وعلى خير ورا الحنين اسني جي معايا يدخل شي تقصد مورنا يتقصد هذا جدا ربي ما يتشص في الحد ما يتمنى يجي الخير يا ويا اختي داوي نكني ان شاء الله الرحمن الرحيم يقبل لي ونات نديفشان اللهم امين سوري فين هذا غير شي ربي سلي سني دري لنا في الشيء يشري في الغرب نكني مدنا داش واتي مدنا داش واتينين ضات صوتي وثمين في غفله اتينو هو ولا تقول لهم بان راه تطلبت الاذن تصور هذوك اللي كيقولوا لي هيك كتصور زعما ما في خبرنا المهم حنا خدا الاذن من عندنا راه كياخذ الاذن اه هادشي اللي كاين راه عمري صورت شي واحد بلا ما ناخذ الاذن من عنده والسيده ملي كانت غاديه راه هضرنا انا وياها قبل ما نجبد الكاميرا ونبقى نصور وطلبت منها الاذن قلت لها شنو كاين ها شنو كنصور ها شنو واش ممكن تعطاتني اوكي عاد صورت معها حيت بزاف ديال شي ناس بداو كيبارطاجيو لي فيديو ديالي في فيسبوك وشي وحدين الله يهديهم بداو كيدعيو فيا وكيقولوا الى كيقولوا راه كنصور الناس وكندخل عليهم الملايين وهذا وانا داك الشيء راه ما كاينش راه ما كندخل لا ملايين لا والو راه غاديين في طريق الخير وكنتمنى وكنترجاو الخير من عند الله وهذا الشيء اللي كاين وشكرا بزاف للناس اللي كنا ميتي جات الخير ما فين كنا ميتي جات الخير هذاك الشيء اللي كاين انا سخرني ليهم الله وصافي يا تخلق شي غلب اجا غلب رزق نقورش انت انت ما ضختي ديما ما ملاغوا تصويت غير ملي غريت الخيط والله العظيم هذا ضروري هذاك اللي يقولوا راني ماني دينا ديت الشيء اللي جا دابا هذا السبب دابا غلبي داك الشيء اللي كاين اللي جا دابا الخير اشي توي ضغ الخيل يون في الباب الخيل صافي اشي توي توي راه ضغتي شي يدي جان الباب الخيل نغ بعدا لو كنت تخبع على دغيا هذا الشيء باش يجي الباب الخيل صافي ولا داش وليتي نايت خرينا شايين هاتين وضا تضم الدم والو اغير شي جوج باش يجي الباب المهم عمري صورت شي واحد بزز وكاع النساء اللي بانوا معايا في هذه القرى هذه ديال تحديد الضو راه بالاذن ديالهم وشي وحدين يعني هما جاوا طلبوا مني انني نصور من بعد ما صورت تاتلونسا الفيديو عجب الناس ودعوا معهم بدعوه الخير من بعد كيتصلوا بيا كيقولوا لي حيد داك الفيديو وداكشي اللي كندير كنحيد داك الفيديو لان ما بغاوش صافي هادشي اللي كاين كاين شكرا للناس اللي تعاونوا مع هاد الاسره هذه كنشكرهم بزاف حاشاك الله يحفظك يا خالتي حاشاك اشتبت نمون تاخذي جرعيلين وعلاش التوارغ ولا يجربي فشي غاش تظن وين تشر معنا ما يضيق التصوير بس الشاط غير ما يضيق ثاني ما تشر في اول ما تشر اسيا من 800 ما كايناش والله ما عندي ديك لبات هذا ما عندي ما نقدرش ايوا الحقيقه مزيانه الحقيقه مزيان انا واش يلا سيزي عرفتي شنو وقع لي في هاد التيزي هذا مشى لي التليفون هنايا نوريك البلاصه فاش مشى لي مشى لي فداك الفيرا دابا فكنا الله يفكو الله يجازيه بخير الله يكثر خيره ها هو راه وصلني حتى لهنايا حتى اللي قور قتيني يا صاحبي كنت غنبقى تما حاصل شكرا بزاف الله يعاون طريق سلامه حنا دابا غنرجعوا
الخيمه ديالنا ولا عند خوان. حنا وصلنا للدار ديالنا لاطونط ديالنا. اخوان في امان الله وحفظه. وهي لاطونط. كنعطيه شويه ديال الخبز على الله يبقى معايا. هانتوما كيف ما كتشوفوا بدا كيتقرب مني، حيت تابعين واحد الدراري كيضربوه كيتعداو عليه وجريت عليهم، ودابا كيمشي كيبعد وكيتبعوه يضربوه وكيرجع كيجري لعندي. هانتوما كيف ما كتشوفوا رجعت دابا غير كنتحرك كيبقى تابعني. ودابا غنعطيه هذا الخبز، هذا الخبز اللي عندي انا غنعطيها له، ما عرفش واش غنلقاه في الحانوت ولا تسالى. وغنزيد نعطيه داك الدجاج اللي شريت نتعشى به، غنضحي به غير باش نكسبو لعندي، وديك الساعه يقدر يبقى معايا ويقدر يكمل معانا الرحله. الله جيج الكلاب ديال الخلال اصدقاء ديال العروبيه ساعه كيديبانيو غير بالخبز، ما عندهمش المشكل، هادشي باش مزيانين. دابا بحال هاد الكلاب هادو ما كيحتاجوش الكروكيت ولا ضروري اللحام ولا كديباني معاه باش ما كان. دابا بحال هذا الى 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 سخر فيه الله غنديه معايا، علاش؟ حيت ما غنحتاج لا كروكيت لا والو، غنبقى نعطيه الخبز اللي كان مثلا شي كامله نقدر نشاركها نبارطاجيها معاه لا قسم الله. او اضرب خبزه دابا ما بقاش كياكلو، ما عرفتش علاش. صافي هو تقاضى. الصديق ديالنا الجديد.